احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع النظافة الشخصية والنساء وتعمل ايه في الكلام ده. طيب لما تيجي بقى نظافة شخصية، انا بتكلم مثلا على، هتكلم على حاجة واحدة بس اللي هو روتين الشعر. ماشي، معلش اسمعوا مني، معلش. روتين الشعر مش الكحكة، روتين الشعر مش ديل الحصان او اللي عاملاها لي هنا او هنا، في ناس بتعملها من هنا وعارفاهم كويس وهم عارفين نفسهم كويس، كحكة اللي من هنا وكحكة اللي من هنا ولا ده، لا. والشعر ريحته مكمكمة ولا زيت، تقول لي بحط زيت زيتون، طب ماشي زيت زيتون ولا، ما هو برضه مكمكم، الدنيا مكمكمة. معلش سامحوني عشان عيني وجعاني جدا، هتلاقوا عين فاتحة وعين ما يعني تغاضوا عن هذا الأمر. فتبص تلاقي إن هي عاملة كحكة هنا، لا ما بتكمكم الشعر، يعني نساء بقى معلش تكونوا رجال شوية، تعالوا اسمعوني. ما الكحكة دي بتكمكم، مش هتخلي ريحة الشعر مكمكم، والشعر المكان ريحته مش حلوه، تيجي تفرديه اوف مش عايزه تشمي تاني ريحه شعرك. وروتين شعرك كانت تعملي حمام زيت مره كل اسبوع لساعتين بتغرقيه، ومش شرط تحطيه، ممكن تعملي بسشوار او تحطه ساعات فوطه بميه سخنه عليه، ايا كان. انا بديكم الحاجات السهله جدا اللي اي بنت سهل جدا جدا انها تعملها. دي نقطه. نقطه الشعر روتين، يبقى انت عندك حمام زيت زيتون مره في الاسبوع، او ساعات ممكن زيت جوز هند، عايزه تحط الخروع والحاجات التانيه ماشي، المهم بتغسليه جامد بعديها وخلاص، الزيوت الطبيعيه. وعندك المخمريه بتاعه الشعر، يا جماعه معلش معلش خسري الميزانيه وهاتي المخمريه، حلو السجع ده، خسري الميزانيه وهاتي المخمريه. مخمريه الشعر ديت حلوه جدا، بتتحط في جذور الشعر عشان تبقى ريحه الشعر حلوه. ليه؟ علياج انت بريحه الشعر حلو عشان لما الكحكه تتعمل، ماشي، عشان لما الكحكه تتفك تبقى ريحه شعرك مش مكمكم ومش مش كده. لان سمعت شكاوي كتير جدا من يعني ازواج، خلوني اظبط لكم المايك كده، من ازواج، والفكره الازواج اللي بيتكلموا فيه على الموضوع دوت ريحه شعر، ممكن يكون هو اصلا مش معتني بموضوع الريحه ولا الكلام ده، عشان بس تبقوا فاهمين، لكن هو مش معتني، ما مش مشكله. المهم انت روتين الشعر مهم يا نساء، يا بنات، يا بنات يلي في ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، ارجوكم روتين الشعر مهم. ريحه الشعر ذات نفسها، يقول لك انا عارف ان دي ريحه زوجتي، اصل هو الهوا لما عدى ماشي، بس جوه البيت الهوا يعدي جوه البيت عشان ما فيش شعور تنكشف بره البيت خالص. فالامر ده موضوع مهم. طيب عندك دلوقتي لما تسالك هو انا جميله ولا لا، قول لها اه ده انت حلوه وست الستات يا عم. طيب بخاطرها ده يعني الكلمة الطيبة صدقة، سرور تدخله على قلب موسى، ده انت عندك نوايا كتير جدا. ودي من الحاجات اللي بتغذي المرأة. بصوا الراجل ياكل، ويحفظوا الكلمة اللي هقولها لكم دي، ياكل يشتغل ينام يعمل علاقات اجتماعية وهكذا وهكذا، ويرد على الناس، كل الكلام ده الراجل بيعمله، وبعدين وبيحب، ممكن يحب يعني الاعمال دي كلها وبعدين يحب. المراه العكس، المراه لما تحب هتلاقيها بتاكل وتشرب وتضحك وتتعامل وتبقى ورده كده مفتحه. فالموضوع عند المراه وعند الرجل عكس عكس، هي الحب عندها اللي يخليها تعيش الحياه بشغف وبنوع من انواع الفرحه، واللي لما تحب انت لما تشبع وتشبع بقيه الحاجات تخلي الحب في مرحله الاخيره. فعشان هي تحب لازم تبقى هي عارفه ان لها مردود في قلب زوجها. ايه هو المردود؟ انك تقول لها تشبع الـ الامر العاطفي، مش بتكلم على الجسد دلوقتي، تشبع الامر العاطفي. يا ابني الله يصلح حالك، تشبع كلامها، الحب، الكلام. اما تقول لها كده قول لها اه ده انت ست الستات، ده انت ست الكل، ده انت اللي هنا واللي هناك، ده انت نور عيني اللي بشوف بيها. هو البيت بيبقى بيت من غيرك؟ هي الدنيا بتبقى حياه من غيرك؟ ده انت وانت 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 وانت. من فضلك بقى، من فضلك يعني خلي الكلام حقيقه، اذا نظر اليها ينوبك ثواب، يعني اذا نظر اليها سرته، يعني شوفي نفسك، شوفي لبسك، شوفي حالك، شوفي امورك، يعني ما تخلوش الامور بره اطار هي فين الست اللي اقول لها كده. لا لا ليكي ست، وست انا اعرف ستات مش عايزه اقول يعملوا حاجات جامده جدا بيفننوا والله كتر خيرهم، بتفنن وبتعمل وتبقى بتقول لك لنفسي والله الاول قبل حتى ما يبقى الزوج، انا احب اشوف نفسي حلوه وجميله واموره وقطقوطه، وتعرف تعمل حاجات تحفه جدا في البيت وفي الحركات وفي المشي والدلع والغنج، ايه تعلموا الكلام ده.
مش بنتعلم عشان هو الازواج عايزين كده وبعدين نفتح بقى الكلمات بقى اللي بتتقال ومش الازواج ومش هيقتلي لوبك ثواب، مش كده خالص، ملوش علاقه. لنفسك انت، عشان انت ست لنفسك رقم واحد.